سلام. بتلاقي في شخص يجي يقول أنا راضي بالظرف اللي أنا فيه، أنا راضي بزوجتي، أنا راضي بإمكانياتي المادية. أوكي، الواحد حلو إنه يقدر يغير إذا كان في استطاعته إنه هو يغير ويكون طموح. طبعاً مهم جداً الطموح في حياة الشخص عشان يكبر وعشان يتطور، بس أنا بتكلم عن أشياء الواحد ما يقدر يغيرها أو اختار إنه هو ما يغيرها. زي مثلاً لما جاني سواه كان عنده مشكلة في البلد بريشر حقه، ضغط الدم ساعات بيضرب فيعصب ويصير عنيف، وفي نفس الوقت ما كان في منه خطر وفي جوانب كتير تانية كويسة. لما رضيت بوضعه إنه هو شوية عصبي، سبحان الله كل العصبية اللي عنده راحت تماماً. نادر ما صرت أشوفه يعصب، لأنه بقلبي أنا رضيت، وصله رضايا الظروف بيوصلها الرضا، فبتصير أحسن وبتتغير. إذا الواحد يبغى يغير حياته، يبغى يغير وضع معين هو ما هو قادر يغيره، سبحان الله بحتة الرضا هذه كل شيء بيتغير. سيارة خربانة بتلاقيها بتزبط، فرش ما بيكون حلو بيصير حلو، واحدة مش راضية عن شكلها تصير راضية عن شكلها بتصير جميلة. مسألة الرضا هذه صحيح كثير تكلموا فيها، لكنه موضوع جدا مهم في أنه جزئية أنه الواحد مش بس يقول أنا راضي بقدر ربي، راضي بأنه الله كتب لي كده، ممتاز هذا الكلام، بس في نفس الوقت لازم القلب يرضى انه هذا الظرف اللي حصل لي اكيد 1000000% في خير، حتى لو كان سيء بتعلم اشياء، بفهم اشياء، الله يبغى يوسع مداركي في اشياء، فارضى قلبي يرضى بيها وارتاح واحس بالطمانينه والخوف كله يروح، وتلاقي كل الدنيا حولي بتتحول وبتتغير 180 درجه للافضل. شيء خارق مساله الرضا هذا، انه الواحد بالتصرفات حقته يكون راضي. ما ينفع يجي يقول الحمد لله الحمد لله ويسبح الحمد لله وهو يعني راضي على مضض، هذا معناها في رفض. الرفض ذبذباته جدا سيئة وبتجيب عكس اللي الواحد يبغاه. فالواحد لما يكون يهذب نفسه كده ويكون في قلبه كده راضي، أنا راضي بالوضع اللي حاصل، سبحان الله مداركه وذهنه وأحاسيسه والذبذبات حقته حوله كلها تبدأ تشوف الأشياء الطيبة اللي في حياته، تبدأ تشوف الأشياء الطيبة اللي في زوجك، اللي في زوجتك، اللي في أولادك. بتكون زي مسألة تشجيع للظروف وللأشخاص إنهم يطلعوا أفضل ما عندهم من غير ما الواحد يعمل مجهود، هي بس رضا القلب وطمأنينته وسكينته والتوكل على الله. سلام.